يعاني أهالي قرية أبو الريج في محافظة أسوان من كارثة بيئية، وذلك بعد تدفق كميات هائلة من مياه الصرف الصحي في نهر النيل، ما سبب انتشار الأمراض والأوبئة هناك. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا أحد أهالي هذه القرية، الأستاذ طارق مكي. أستاذ طارق، يا ريت يعني حطنا في المشكلة التي تعانون منها الآن بعد تسرب كميات من المياه الملوثة إلى نهر النيل. هو حضرتك المياه الصرف الصحي بتنزل يوميا في النيل حوالي أكثر من 100,000 متر مكعب مياه صرف صحي وصرف صاعد. كنا عملنا وقفة احتجاجية في 2011 عشان وضع حلول للمشكلة دي، واللي اعتمدت الحكومة مبلغ 100 مليون لوضع حل عاجل لمشكلة الصرف الصحي في أسوان. الهدف كان منها زراعة حوالي 100,000 فدان من الغابة الشجرية للاستفادة من مياه الصرف الملقاة في النيل، ولكن للأسف حتى تاريخه ما تعالجش المشكلة. يعني أستاذ طارق، يعني المشكلة بدأت من سنة 2011 ولا لسه مشكلة حديثة؟ لا، هي المشكلة من زمان، لها أكثر من عشرات السنين، لكن ابتدينا نتحرك في القضية دي وعملنا لجنة شرعية لوضع حلول للمشكلة دي. طب أستار، أكيد أنت بتتابع علينا يعني حاليا الصورة الموجودة على شاشة قناة الحياة، هل المياه اللي نازلة ديت دي مياه صرف صحي نازلة في النيل؟ حضرتك، مياه صرف صحي وصرف صناعي. المفترض إن المياه الصرف دي بيتم رفعها لمنطقة العلاقي ويتم زراعة بها غابات شجرية، لكن للأسف المنطقة المحطات فيما واحد وفيما اثنين واللي اتعملت غير مطابقة للمواصفات أدت لرجوع المياه الصرف الصحي ثاني للمكتب. طب أستاذ طارق، يعني اخر زياره قام بها مسؤولين لهذه المنطقه ورؤيه يعني الموقف كما نراه بشكله المأساوي حاليا كانت امتى؟ اخر زياره حضرتك ما تم من حوالي 3 شهور، كان حدثت كارثه بيئيه ثانيه ان نزلت بعض مياه الصرف الصحي من منطقه العلاقي في منطقه الحبس اللي بين الخزان والسد العالي. وكان شاركت هيئه السد العالي في الموضوع ده وعملوا سد تراضي لمنع نزول الميه في المنطقه دي، لكن ما زالت بتنزل في مصرف السيل في السلعه وبتنزل في النيل كل يوم يوميا 100,000 متر مكعب من الصرف الصناعي والصرف الصحي. طيب يا استاذ طارق، يعني هل نتيجه لهذا التلوث وهذا التسرب من مياه الصرف الصحي الى مياه النيل، هل انتوا رايتوا في القريه بتاعتكم انتشار امراض غريبه، في تصاعد لاوبئه معينه نتيجه هذا الموضوع؟ حضرتك، المرشح الميه المأخذ الميه لقريه تبعد حوالي 500 متر على الترعه، بتاخد المحطه دي من الميه الملوثه. انتشرت امراض الوباء الكبدي، الفشل الكلوي. كان من حوالي سنه تعرضت مدرسه طلبه حوالي 20 تلميذ. طب يا استاذ، يعني هل حد من الحمله اللي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحمايه مياه النيل وتحت اشراف وزاره الري، هل حد من المعنيين بهذه الحمله زار المنطقه ووعدكم بحلول سريعه ولا اي حلول لانهاء هذه الكارثه؟ هو حضرتك بيزوروا، وزير البيئه بيزور، وزير الري بيزور، لكن للاسف بيوعدوا بحلول، ما حدش بيعمل اي حاجه. محافظ وعد اكثر من مره والمحافظين السابقين انتهاء المشكله دي، لكن للاسف حتى تاريخه ما فيش اي حل تم في القضيه دي، وما زالت الميه تتدفق في النيل وما زال الناس بيشربوا من الملوث. شكرا للاستاذ طارق مكي، احد ابناء قريه ابو الريش في محافظه اسوان. نتمنى ان تتحرك، يعني تتحرك الجهات المعنيه لانهاء هذه الكارثه المحدقه بأهل أسوان وربما تمتد إلى قرى أخرى. إلى موضوع آخر.